مرحبا جميعا، معكم آية من حناوي سوفت وير. موضوعنا لليوم موضوع شيق جدا، رح نحكي عن إجراء الغياب في برنامج حناوي سوفت وير. طبعا زي ما انتم شايفين أمامنا، أنا فاتحة حاليا على الشاشة تبعت تسلسل إجراءات شؤون الموظفين والرواتب بهاي الإكسل شيت اللي أمامنا. طبعا أنا بنصح بمشاهدة هذا الفيديو كخطوة أولى قبل استخدام وتطبيق البرنامج بشكل فعلي، لأنه هون بنقدر نشوف من خلال الخطوات كيف رح يكون تسلسل العمل، كيف رح يكون النتيجة، شو رح تكون النتيجة، كيف بدايتها، الخطوات تبعتها، كل هاي الأمور. تمام، فهون علشان هيك الإكسل شيت هاي موضوعها جدا جدا مهم لأي مستخدم على البرنامج. طبعا شغلة تانية لازم نحطها بعين الاعتبار، إنه هذا الإكسل شيت كمان رح يستعرض لنا الفيتشرز الحالية المتاحة في البرنامج. طبعا نحن تاريخ اليوم 27/6/2019، فكتير ممكن انه تشوفوا شغلات ممكن تم اضافتها بعدين، ممكن هذا الفيديو تم مشاهدته بعد شهر شهرين سنة، فوقتها اكيد بيكون في امور متاحة اكتر بالبرنامج. خلينا نبلش بنموذج اجراء الغياب. طبعا في فيديوهات اخرى لكل اجراء على حدة، فبتقدروا تشوفوا من كل فيديو موضوع جديد وبكون مشروح بالتفاصيل، بحيث انه الاجراءات والعمليات بيكون شرحها تام 100%. ورح نشوف اكيد التأثير كيف رح يكون على كشف الرواتب. زي ما انتم شايفين امامنا، رح نحكي بشكل سريع عن كشف الرواتب لانه رح يكون في فيديو خاص لكشف الرواتب، ورح نحكي كمان عن اهم الفروقات بين نموذج اجراء الغياب وبين نموذج اجراء الاجازات بكل انواعها. ورح نشوف بالقائمة هاي اللي أمامنا تبعت الإجراءات والعمليات، رح نشوف فيها كيف الإجراءات بتأثر على هذا النموذج اللي نحن عم نحكي عنه. تمام؟ فهيك بشكل عام نبلش بالإجراء الأول، نوع الإجراء الأول اللي هو إنشاء العملية. زي ما أنتم شايفين أمامنا عند هون الغياب، طبعا الإجابة هي نعم، الإجابة هي نعم، لأنه بكل سهولة بنقدر نشوف إنه الموضوع هذا متاح أكيد في إنشاء لأي إجراء للغياب، فبنقدر بكل سهولة ننشئ عملية غياب جديدة. كمان بخصوص التعديل، بإمكاننا أن نعمل تعديل على أي إجراء غياب موجود في البرنامج. لاحظوا هون إنه الإنشاء أكيد نعم لإلهم كلهم، سواء كانت الإجازات والغيابات، لأن البداية بتكون موجودة للجميع. الإنشاء موجود، عملية موجودة في جميع الإجراءات يوجد فيها إنشاء. طبعا في عنا بالتعديل أمامنا، لاحظوا هون إنه بإمكاننا نعدل على إجراء غيابات بعد أن يتم إنشائها، بس لاحظوا هون عنا بالإلغاء الإجابة هي لا، ولكن في الحذف الإجابة هي نعم. طبعا الإلغاء اللي هي قصدنا هون فيها الفويد، ولكن الحذف قصدنا فيها الديليت. الإلغاء معناها void وتعني إنه العملية أو الإجراء بطل بدنا إياه، يعني مش ما في داعي يكون موجود في البرنامج، ولكن بنقدر نشوف من خلال الأودت نقدر نعمل تتبع لهذا الإجراء اللي تم وتم حد تم إلغائه، فهذا هو ما بيعني انه الغياب. ولكن زي ما انتم شايفين امامنا ما بيزبط اصلا انه نعمل الغاء لاي اجراء غياب موجود امامنا، ولكن الحذف اللي هي الديليت موجوده وبامكاننا نعملها. يعني الغياب بكل سهوله نقدر ان نحذفه ونحذف الريكوردز تبعته من الداتابيس، فهذا معنى كلمه حذف والغاء والفرق اللي بينهم. تمام، في عندنا كمان طباعه زي ما احنا شايفين امامنا، بإمكاننا أن نعمل طباعة لأي نموذج إجراء غياب تم إنشاؤه، وطباعة براءة الذمة زي ما نحن شايفين أمامنا غير متوفرة. هلأ خلينا نحكي شوي عن موضوع غير متوفرة، شو ممكن يكون معناها وشو المقصود منها. ممكن الإجابة الأولى تكون أنه غير متوفرة يعني ما في منطق بين الإجراء هذا تبع طباعة براءة الذمة وبين نموذج إجراء الغياب اللي نحن عم نحكي فيه، يعني ما في أي علاقة ما بينهم. ممكن كمان معنى تاني يكون إلها إنه حالياً مش متاحة في البرنامج،
ولكن لاحقا سوف يتم إضافة هذا النوع من الإجراء اللي هو طباعة براءة الذمة. ممكن يكون إنه مو منطقي موضوع يكون موجود براءة الذمة وما في له أي علاقة، مش منطقي يعني يكون في هذا الإجراء، ما رح يأثر على الإجراء تبع الغياب. فأكثر من معنى لما تشوفه غير متوفرة ممكن يكون لها أكثر من معنى. تمام. بخصوص تصميم وطباعة نموذج الإجراء اللي بخص إجراء الغياب زي ما نحن شايفين أمامنا، فالإجابة هي نعم، أكيد بنقدر نعمل تصميم وطباعة هذا النموذج تبع الغياب. كمان شغلة تانية كتير مهمة اللي هي تصميم مجهز مسبقا للسحب والتعبئة الذاتية. لاحظوا أمامنا إنه هون الإجابة هي لا. شو هذا بيعني؟ هون موضوع التصميم، أي تصميم مجهز مسبقا سواء كان سحب أو تعبئة ذاتية، فالإجابة عليه هي لا. طبعا هاي بتعني إنه الغياب بيتم إنشاؤه في الوقت نفسه، يعني بالوقت اللي بدنا نعمل فيه غياب لأي من موظف، فما بيكون في سحب ذاتي أو سحب مسبق أو من هاي الأمور، لا بيكون إنه بنفس الوقت بتم التعبئة. كمان خليني أحكي شوي عن فرق كتير مهم بين الغياب بين الإجازات. إنه الغياب بيكون موضوع الأيام اللي تم أخذها off من المكان العمل بتكون تمت مسبقاً وخلصت already قبل بوقت، مش بالوقت الحالي. يعني الفرق بينها وبين الإجازات إنه الإجازات بتكون سواء بعد أسبوع بعد شهر، يعني بالمستقبل لسه ما صارت. أما الغياب إنه يوم خلص أو أيام خلصت وتم الرجوع منها من هذا الغياب. كمان شغلة تانية مهمة، فرق كبير، إنه الإجازات بيكون في مسبقاً تم إخبار أو إعلام موظف الـ HR مسبقاً إنه راح يكون في إجازة، سواء كانت نوعها إجازة سنوية أو غيرها، فإنه بيكون في إعلام مسبق. أما بالغياب فهو بيكون تقريباً على بشكل مفاجئ، بشكل فجأة إنه صار في غياب لموظف معين من الشركة أو من مكان العمل بدون أن يتم إعلام الموظف تبع شؤون الموظفين مسبقاً. بس أكيد في لها أنواع، يعني إنه الغياب ممكن يكون بعذر أو بدون عذر، هذا بيتم التأكد منه لما يرجع الموظف من الغياب. تمام. فهاي الأمور المهمة جداً. طبعاً تاريخ الطلب أو تاريخ البداية والنهاية متوفر عندنا في إجراء الغياب، كما هو متوفر أيضاً في إجراء الإجازات، لأنه دائماً أي إجازة أو أي غياب في لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية، سواء كانت قبل أو رح تتم بالمستقبل، بس إنه أكيد في لها بالآخر تاريخ بدأت منه وتاريخ الرجوع منه. لاحظوا إنه عندنا هون بالسطر هذا تاريخ من أو من تاريخ إلى تاريخ اللي بتكون عادة في نفس الشهر، الإجابة عليها نعم، لأنه الغياب بالعادة بيكون مجرد يعني أيام بسيطة أو بالكثير يعني أسبوع، ما بتتم مش أكتر من شهر، فبيكون عادة في نفس الشهر، هذا فيما يتعلق في الغياب. أما الإجازات فلاحظوا أنه الإجازات مش كلها نعم، في من ضمنها لا ومن ضمنها نعم، لأنه العودة تبعتها مش ضروري تتم بنفس الشهر، مش ضروري الإجازة تبعت مثلا الإجازة السنوية إنها تبدأ وتنتهي في نفس الشهر. فإحنا هون بنقدر نتأكد إنه الغياب بيكون عادة في نفس الشهر، أما الإجازة فهي لا. فهذا فرق كبير. كمان نفس الشيء بما يتعلق في الشهر، من إلى السنة. طبعا لاحظوا إنه عندنا هون من سنة إلى سنة، الإجابة طبعا هي لا، لأنه بيكون الغياب من خلال يعني من السنة نفسها، ما بيكون من سنة إلى سنة مختلفة، دائما بيكون within the same year في نفس السنة. والشهر كمان نفس الإشي، من شهر إلى شهر الإجابة هي لا، لأنه في نفس الشهر. تمام. فهي موضوع كتير مهم فيما يتعلق في الأشهر والسنين. طبعا توقف عن أو الإعفاء غير مطبق أو غير متوفر في إجراء الغياب، لأنه متوفر لإجراءات أخرى غير الغياب، مثل توقف الراتب أو توقف أمر معين، أما الغياب فهو ما بتعلق في هذا الموضوع. كمان لاحظوا هون موضوع كتير مهم اللي هو الأيام والساعات. طبعا لاحظوا عنا أنه هون باليوم أو بالساعة فهم الاثنين متوفرين عنا في إجراء الغياب،
لأنه ممكن موظف ياخذ غياب لمدة يوم أو لمدة ساعة، يعني أنه مش ضروري يكون فقط في الأيام. فهذا الموضوع كمان كتير مهم، على عكس الإجازات. يعني مثلا الإجازات بتكون فقط في الأيام، الساعة بتكون غير متوفرة، أما الغيابات فهي بتكون الأيام والساعات الاثنين سوا. طبعا نسبة من راتب الموظف زي ما احنا شايفين أمامنا أكيد موجودة في نموذج إجراء الغياب. طبعا هي بتعتمد على حسب إعدادات الغياب، يعني نسبة من راتب الموظف يمكن أن يتم ربطها مع نموذج إجراء الغياب، تمام، من خلال الإعدادات. زي ما نحن شايفين هون أمامنا إنه العمل الإضافي سواء كان 1/4 أو 1.5 غير مطبق على إجراء الغياب، لأنه مش من المنطق إنه يكون في عمل إضافي على نموذج إجراء الغياب. هو فقط مطبق اللي هو الأوفر تايم، مطبق على التايم شيت اللي هو كشف الدوام مثلا. فممكن من خلال كشف الدوام إنه نحط عمل إضافي تام لأي موظف، أما الغياب فهو مش من المنطق يكون فيه عمل إضافي على نموذج الغياب. تطبيق الضرائب نفس الشيء، زي ما نحن شايفين أمامنا الإجابة عنه هي لا، لأنه التاكسز أو الضرائب بتم تعريفها بالبرنامج وبعدين بتم تطبيقها على كشف الرواتب نفسه، بدل مش إنه إجراء الغياب، تمام. فهذا إشي كتير مهم إنه تطبيق الضرائب ما له علاقة مع إجراء الغياب. زي ما نحن شايفين أمامنا هون إنه الضمان للموظف أكيد متوفر عنا نموذج إجراء الغياب، ضمان الموظف لهم علاقة وموجودين، أما حصة الشركة من الضمان فهون الإجابة عليها هي لا، ما في علاقة ما بين حصة الشركة من الضمان مع نموذج إجراء الغياب. فهذا من الأمور المهمة جدا. لاحظوا كمان عندنا الموافقات، هل هنالك موافقة أو لازم يكون في موافقة على إجراء الغياب؟ طبعا الإجابة عليها هي نعم، كتير مهم إنه يكون في موافقة على إجراء الغياب، تمام، لحتى تستمر البروسيس بطريقة صحيحة وتامة 100%. وكمان بإمكاننا أن نعدل بعد الموافقة، يعني تم إنشاء غياب، تمت الموافقة عليه، إجا لأي سبب من الأسباب تعديل بيتطلب أن يكون في تعديل عليه بعد الموافقة، فهذا الإشي ممكن الإلغاء غير متوفر، ما بيزبط يكون في إلغاء حاليا على النظام أو على البرنامج فيما يتعلق في إجراء الغياب. ولكن الحذف أكيد مسموح، بنقدر نعمل حذف بعد أن تتم الموافقة لأي سبب من الأسباب ويصير في حذف عليها. طبعا نشوف هون الملاحظتين هدول المهمين جدا. في عنا الملاحظة الأولى إنه في خاصية عمل موافقة لإجراء واحد أو مجموعة من الإجراءات في شاشة واحدة. يعني مثال على هذا الموضوع إنه ممكن يكون في إجراء للغياب مثلا، إجراء للإجازة، أكثر من نوع إجراء، فنحن لأكثر من موظف أكيد، فنحن بدل ما نروح على واحد واحد شاشة، من خلال شاشة واحدة بنقدر نشوف جميع هذه الإجراءات ونعمل عليها موافقة في نفس الشاشة. الملاحظة الثانية اللي كتير مهمة، زي ما نحن شايفين أمامنا إنه ممكن عمل موافقة لكشف الرواتب بواسطة هاي الأمور الثلاثة، ممكن خلال اسم الموظف فقط أو الوظيفة فقط أو الإدارة فقط، اللي هي هون position أو department أو employee name اسم الموظف. فهي الثلاث طرق المختلفة اللي نقدر نعمل فيها موافقة على كشف الرواتب، تمام. موضوع الإعدادات من الأمور الهامة جدا اللي هي لازم التأكد منها قبل إنه الموظف أو المستخدم، قبل إنه المستخدم يبلش يستخدم البرنامج أو النظام. فأكيد في إعدادات لهذا الإجراء اللي هو إجراء الغياب، في إعدادات لإله، وكمان في تاريخ تفعيل أو تطبيق لهذا الإجراء. طبعا تاريخ التطبيق أو التفعيل كتير مهم، اللي هو effective date، شرحت عنه سابقا. معناها هون إنه الإعداد تبع تاريخ التفعيل أو التطبيق بيحدد لنا إمتى رح ياخد الغياب مفعوله، إمتى رح يبلش يحسب بالطريقة اللي تم ذكرها أو شرحها بالشاشة، إمتى رح تبلش من أي تاريخ تاخد المفعول تبعها أو تم تطبيقها. هذا موضوع كتير مهم، لأنه ممكن مثلا يأثر على الرصيد، رصيد
الغياب بعذر أو بدون عذر له تأثير كتير كتير مهم، فلازم دايما نتأكد إنه تاريخ التفعيل أو التطبيق صحيح، ولأنه كمان بيأثر على كشف الرواتب، يعني مهم جدا نتأكد إنه الـ effective date صحيح. طبعا حالة الموظف هي فعال أكيد في إجراء الغياب، لأنه حالة الموظف بالغياب بتكون already إنه راجع منها، تمام؟ يعني الموظف بيكون راح من راح على الغياب أو طلع خارج العمل وبعدين رجع منه وكله تم وخلص، فإنه بكل الحالات إنه حاليا عم بيكون فعال، يعني مش إنه لسه ما تم أخذ هذا الغياب، لا تم أخذه ورجع منه، فمنطقيا إنه هون حالة الموظف رح تكون فعالة. طبعا زي ما نحن شايفين أمامنا، شو معنى إنه موظف يكون غير فعال؟ تمام، حكينا عن الموظف الفعال اللي هي انه يكون موجود في النظام، اسمه ظاهر، نقدر نعمل له رواتب، كل اشي تمام. بس شو معنى كلمة انه الموظف يكون غير فعال؟ معناها انه مش بامكاننا نعمل اجراءات، يعني الموظف هذا اسمه بيكون محظور بكشف الرواتب، ما مش بامكاننا حتى ان نعمل بحث عن اسم الموظف. فهذا الموضوع كتير مهم ان نتأكد منه، وبالفترة اللي بيكون فيها غايب، يعني أوكي فعلا هو فعال، بس بالفترة اللي بيكون فيها غايب الموظف من إلى، طبعا بتكون هون زي ما إحنا شايفين أمامنا هي نفس حالة الإجازة، تمام؟ فهذا موضوع كتير مهم إنه هون نشوف إنه هي نفس حالة الإجازة، وهون الفرق بينها كمان، في فرق بينه وبين الإجازة، إنه الموظف اللي بيكون موجود في الإجازة بيكون حالته فعال في كشف الرواتب ويظهر اسمه، بس بيكون محظور من الرواتب لحين عودته، يعني فعلا اسمه بيكون ظاهر وهو فعلا بيكون فعال، بس ما بيقدر ياخذ راتبه لغاية ما يرجع. فهذا هو الموضوع اللي كتير مهم لازم دايما نتأكد منه. طبعا بالنسبة للتأثير المحاسبي، لاحظوا هون انه بنموذج إجراء الغياب ما في تأثير محاسب، ما في ترحيل للحسابات، الترحيل لحاله بيقرأ أيام العمل الفعلية بعد اقتطاع أيام الغيابات. فهذا موضوع كتير مهم، إنه الترحيل للحسابات بيقرأ من أيام العمل الفعلية بعد ما يقتطع أيام الغيابات اللي تم أخذها سابقا. ولاحظوا هون إنه أي ترحيل مباشر سواء سنة قيد أو سنة صرف غير متوفر، لأنه مش منطق أنه يكون في سنة قيد أو سنة صرف لإجراء الغياب، وأكيد ما في جانب دائم. كمان هذا الموضوع عند جانب الدائن، الجواب هون الإجابة هي لا، ما في أي جانب دائن لإجراء الغياب. طبعا طريقة الدفع زي ما نحن شايفين أمامنا غير متوفرة، لا للدفع النقدي ولا الشيك ولا التحويل البنكي، ولكن التحديث للأستاذ العام اللي هو ما له أي تأثير محاسبي، هون الإجابة عليه هي نعم متوفر. وبخصوص كشف الرواتب أو سند القيد، زي ما أنت شايفين أمامنا يتم قراءة أيام العمل الفعلية بما يتعلق في الغيابات، يعني بنموذج إجراء الغيابات عند كشف الرواتب بتم قراءة أيام العمل اللي فعلا تم الموظف داومها. طبعا زي ما إحنا شفنا ما في جانب دائن ولا هون جانب مدين، لا جانب الدائن ولا الجانب المدين زي ما أنتوا شايفين أمامكم. حالة الراتب الموظف زي ما احنا شايفين هون بتكون فعالة. هذا الموضوع بدي ارجع اكرره مرة ثانية لانه كتير مهم، انه الفرق ما بين نموذج اجراء الغياب ونموذج اجراء الاجازات، انه الاجازات بتكون لسه ممكن ما رجع الموظف منها، فحالة الراتب تبع الموظف بتكون غير فعالة عند الانشاء او عند التمديد حتى، فبتكون طول الوقت طول الفترة هاي غير فعالة. امتى بيتم تفعيلها فعليا؟ وقت العودة. وقت العودة نقدر نفتح على كشف الرواتب ونشوف انه بطل اون ليف، صار انه الموظف انه فعلا رجع من الاجازة. اما في الغياب فانتو زي ما احنا شايفين امامنا هون فعال، فهو يعني بيكون فعليا الفترة تبعت الغياب مرت وخلصت، هي وقتها بس اللي بيكون في البرنامج بيحفظ انه الموظف كان غائب في الفترة اللي مرت. اما حاليا بالوقت الحالي فانه اكيد رح يعتبره فعال، لانه مش مثل الاجازه انه ممكن لسه ما رجع لانها لسه منشاه جديده وما مش عارفين امتى بالضبط تاريخ العوده، على عكسها لانه هون بالغياب عارفين امتى تاريخ العوده ورجع وخلص، فهون عشان هيك فعال وعشان هيك هون غير فعال. فهي مهمه جدا. طبعا رح احكي عن ملاحظه هامه هون،
انه جميع المدفوعات اللي بتخص اجراءات شؤون الموظفين بتتم من القائمه نفسها تبعت نظام الاجراءات، مو من قائمه الحسابات. يعني فعلا انه هاي المدفوعات متعلقه بالحسابات ولكن بتتم دفعها من نظام الاجراءات مش من الحسابات، لانه ERP system والعمليات كلها integrated سوا، متصله مع بعض ومحطوطه بقوائم بشكل سلس وبسيط لحتى يكون كل شيء بتتم من هاي القائمه وبتلقائيا بياثر على الحسابات. فبيكون هون بتم الدفع من اجراء من القائمه تبع شؤون الموظفين وليس من قائمه الحسابات. وملاحظه تانية مهمه كمان، انه ما في بالبرنامج دفع جزئي للاجراءات او للرواتب، اكيد ما في. طبعا ما في مقبوضات من الموظف ما يتعلق في اجراء الغيابات، ونوع الموظف كتير بهمنا باجراء الغياب، لانه لاحظوا هون عند الاجازات بكل انواعها، سواء كان موظف شؤون موظفين او موظف كشف دوام، بالحالتين فبنقدر نعمل له انشاء اجازه من اي نوع. اما عند نموذج اجراء الغياب فلاحظوا هون انه فقط لموظف شؤون الموظفين بنقدر نروح نعمل انشاء اجراء غياب بشكل طبيعي. اما لما الموظف يكون من نوعه كشف دوام، بهالحاله بتتم التعبئه من وين؟ من كشف الدوام نفسه. فكشف الدوام من خلاله بنقدر نعرف الموظف غاب امتى. طبعا لاحظوا امامنا هون انه صحيح في عنا اصدار انترنت واصدار موبايل بالاضافه يعني للاصدار المكتبي، بس ما مش بامكاننا ننشئ اجراء غياب لا على الاصدار الانترنت ولا على اصدار الموبايل في الوقت الحالي. بس اكيد انه مش غلط، يعني ممكن تكون هاي الفيتشر متاحه بالمستقبل. فهذا بما يتعلق باجراء الغياب كامل. رح نحكي عن كشف الرواتب بشكل سريع. زي ما انتم شايفين امامنا هون عند كشف الرواتب، هاي هي بتكون الخطوه الاخيره بعد ما يمر ايام الشهر كله، بعد ما يتم انشاء والموافقة على الاجراءات المختلفة، بعد ما يتم انشاء كل شيء بالبرنامج وكله يكون تمام، بتكون هاي الخطوة الاخيرة. يعني هاي بمثابة الاوتبوت بعد ما يكون الانبوت بالبرنامج كله جاهز والوقت كله مر واجا وقت دفع الرواتب. بهالحالة بيكون في انشاء لكشف الرواتب، وكتير كتير مهمة كشف الرواتب. وبتقرأ بشكل آلي كل الإجراءات، كل إشي تم بالبرنامج على جميع الموظفين، وبتعرضه بكشف الرواتب بحيث أنه تطلع الأماونتس كلها صحيحة. رح نحكي بفيديو خاص عن كشف الرواتب، بس بهذا الفيديو المهم نعرفه أنه كل الإجراءات بتأثر على كشف الرواتب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بس المهم أنه في عليها تأثير كتير كتير كبير. فهذا هو الموضوع تبعنا لليوم، هيك بشكل عام شرح الإجراء تبع الغيابات وكل ما يتعلق بالغيابات وكيف تأثيره على كشف الرواتب والفرق بينه وبين إجراء الإجازات. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مهم ومفيد ووصلت الفكرة بشكل واضح للجميع. لا تنسوا أنكم تعملوا شير لهذا الفيديو، مشاركة مع الجميع، أي حد ممكن يكون مهتم بالنظام تبع الـ HR أو بأي نظام آخر في البرنامج تبع الـ ERP System حناوي Software. ولا تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب للشانل هاي وتابعوا فيديوهاتنا الثانية، وشكراً.